بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 190. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. تحدث المؤلف رحمه الله فيما هو السنة في تقبيل الركنين اليمانيين من البيت دون غيرهما، وقفنا عند قوله هنا وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة لا يشرع تقبيله بالفم ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مقامات الأنبياء هي الأمكنة التي صلى فيها الأنبياء أو تعبدوا لله فيها وقاموا لله فيها بالعبادة، ولم يشرع الله للمسلمين أن يحيوا هذه المقامات أو أن يترددوها عليها أو أن يبعثوها بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية في أنه لما طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام ذهب عند مقام إبراهيم وجعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين في هذا المكان تسميان بركعتي الطواف. هذا تفسير لهذه الآية الكريمة. ولم يتمسح به ولم يقبله عليه الصلاة والسلام، وإنما فعل ما أمره الله به بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله شرع لنا الصلاة عند مقام إبراهيم بعد الطواف، أن نصلي عنده ركعتي الطواف. هذا الذي شرعه الله لنا وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مقام إبراهيم لا يتمسح به ولا يقبل، فغيره من مقامات الأنبياء أيضا لا يتمسح بها ولا تقبل، بل ولا يصلى عندها، لأن الله لم يأمر بالصلاة عندها، وإنما وحد مقام إبراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجده بالمدينة طول حياته في المدينة، وهو يصلي بالناس في المحراب النبوي، وما كان الصحابة يتمسحون بهذا المحراب ولا يتبركون بمواطئ أقدامه صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الأمة بما شرعه الله لهم. فإذا كان هذا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فغيره من باب أولى من مقامات الأنبياء والصالحين في سائر الأرض. نعم. وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النعل صحيحا، فكيف بما لا يعلم صحته أو بما يعلم أنه مكذوب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم، ويزعمون عند الجهال أن هذا موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مشى على الأرض
عليه الصلاة والسلام وطئ على الأرض، وما كان الصحابة يتتبعون آثار أقدامه صلى الله عليه وسلم ولا يحيون المواضع التي مشى عليها، كل هذا يدل على أن هذا ليس من شرع الله، وإنما هو من شرع المبتدعة. نعم، ويزعمون آثارا باقية للنبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونها، منها النعل اللي يزعمون أنه معنى نعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتفظون بشعر ويقولون هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشياء من هذا القبيل ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: إذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدم إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال إنه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه، كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات. نعم. فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلا فيقاس عليه غيره، قيل له: هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم، أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطواف، فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها. ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد اختلف العلماء في مقام إبراهيم، فقيل هو موطئه على الصخرة المعروف الآن والمحتفظ به، وقيل هو جميع المشاعر من عرفة ومزدلفة ومنى، هذه من مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا شرع في هذه المشاعر عبادات، شرع الرمي، وشرع الوقوف بعرفة، وشرع المبيت بمزدلفة، فليس لأحد أن يقيس عليها بقية مواضع من الأرض ويقول هذا قياس على مزدلفة، وهذا يبيت في مكان ويقول هذا قياس على مزدلفة، أو يرمي مكان ويقول هذا قياس على الجمرات، أو يقف في مكانه ويقول هذا قياس على عرفة. كل هذا من الباطل ومن الزور والبهتان، فإن الله خص هذه الأماكن بعبادات لا تفعل في غيرها من الأماكن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من ذلك القبة التي عند باب عرفات يقال إنها قبة آدم، فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء. هذه زالت والحمد لله، ولن تعود إن شاء الله. الحمد لله. نعم. بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه إلال على وزن هلال ليس مشروعا باتفاقهم. نعم، الجبل الذي في عرفات يقال له جبل الرحمة، وهذه التسمية لم يثبت لها أصل، وإنما هو يقال له إلال، حتى في الجاهلية يسمونه إلالا، وما سمي جبل الرحمة، لكن لا بأس أن نقول جبل الرحمة، يعني لأن مكة، لأن عرفة كلها موطن للرحمة، كلها موطن للرحمة ونزول الرحمة ليلة الوقوف أو يوم الوقوف فيها، لكن هذا الجبل لا يشرع الصعود عليه ولا التوجه إليه ولا رؤيته، فلو وقف الحاج في عرفة ولم يرى الجبل وانصرف إلى مكة ولم يرى الجبل ولم يذهب إليه ولم يرقه، فحجه صحيح باتفاق أهل العلم. الحمد لله. نعم. وإنما السنة الوقوف بعرفات، إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسائر عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرانة. نعم. وكذلك سائر المساجد المبنية هناك، كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخيف، مسجد يقال له غار المرسلات، فيه نزلت سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش، ونحو ذلك، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. مكة ليس فيها إلا المسجد الحرام والمشاعر، مشاعر الحج، وما عدا ذلك فليس له أصل، فلا غار مرسلات ولا مسجد بيعة ولا دار مولد ولا غير ذلك، هذا كله لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر. نعم. إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك
استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام. كان المتأخرون من الفقهاء والذين راجت عندهم الحكايات والأقوال الشاذة يذكرون في كتب المناسك أماكن في مكة وفي المدينة يذهب إليها وتزار وهي ليس لها أصل، وشيخ الإسلام كان في أول عمره قد كتب شيئا من ذلك كما ذكر هنا، لكنه في النهاية تبين له أن هذه ليس لها أصل، فكتب منسكا أخيرا هو الموجود الآن والحمد لله، ومنزه عن هذه الأشياء، وكله ينضح بالسنة النبوية والحج على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له، بل هذا سنة مشروعة. لو أن هؤلاء الذين يذهبون إلى غار ثور وإلى غار حراء ويتكلفون وربما يكونون مرضى أو كبار السن وينفقون الأموال في ذلك، لو أنهم جعلوا عبادتهم واجتهادهم في المسجد الحرام لكتب الله لهم الأجر العظيم، أما وهم يذهبون إلى الأماكن التي لم يشرع الله الذهاب إليها فإنما يثمون لذلك ويخسرون أموالهم وأوقاتهم. نعم. قال: وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة. نعم. وأصل هذا أن المساجد التي تشد إليها الرحال هي المساجد الثلاثة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد روي هذا من وجوه أخرى، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم فتلقي بالقبول عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته السفر لأجل عبادة في مكان مخصوص إلا إلى المساجد الثلاثة: مسجد الحرام وهو مسجد إبراهيم عليه السلام، والمسجد النبوي وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، المسجد الأقصى وهو الذي بناه يعقوب عليه السلام أو إسحاق عليهما السلام. هذه مساجد الأنبياء وهي التي تقصد للصلاة والعبادة فيها، وما عداها من المساجد فلا يذهب إليه ولا يقصد، وإنما يصلي فيه من أدركته الصلاة عنده أو حوله فيصلي فيه من غير قصد له، وإنما لأنه أدركته الصلاة عنده فيصلي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة. نعم. وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم. نعم. حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة، ولا يشرع شد الرحال إليه. نعم. فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، وفي لفظ لمسلم فيصلي فيه ركعتين، وذكره البخاري بغير إسناد. ليس هناك غير المساجد الثلاثة مسجد يسافر إليه، وأما أن يقصد من البلد أن يقصد المسجد من البلد من دون سفر فهذا لا يكون إلا لمسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت ويصلي فيه، الذهاب إليه كل سبت وكل أسبوع الصلاة فيه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه من المساجد فلا يذهب إليه حتى ولو من البلد، ما تذهب من مكان في البلد إلى مسجد آخر في أقصى البلد أو في وسطه تخصه بالصلاة تظن أن الصلاة فيه أفضل. نعم. قال: وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار، فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى
والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. سبب نزول هذه الآيات والله أعلم أن المنافقين لما رأوا اجتماع الناس في مسجد قباء وصلاتهم فيه شق ذلك عليهم لأنهم يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وأن يوقعوا العداوة بينهم فكادوا مكيدة وهي أنهم بنوا مسجدا قريبا من مسجد قباء وقالوا نريده لليلة الشاتية والمريض ويصلون فيه رفقا بالناس في زعمهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه من أجل أن يقره والناس يقتدون به صلى الله عليه وسلم لا حبا في الرسول ولا حبا في صلاته وإنما هو من باب الخداع للناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان على وشك السفر لغزوة تبوك فوعدهم أنه إذا رجع يصلي فيه فلما رجع وقرب من المدينة جاءه الوحي بهذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا إلى آخر الآيات بيّن الله قصدهم وأكذب قولهم إنهم يريدون الإحسان إلى الناس والله أكذبهم وأنهم يريدون التفريق بين المؤمنين ويريدون أن يكون هذا المكان مأوى لمن حارب الله ورسوله من أهل النفاق ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وأمره أن يصلي في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يزوره ويصلي فيه كل سبت كما سبق يصلي فيه ركعتين يأتيه ماشيا وراكبا ويصلي فيه عملا بها بقول الله له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ثم أمر صلى الله عليه وسلم بمسجد الضرار فهدم وحرق والحمد لله وأبطل الله كيد المنافقين. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب وكان قد تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا والقصة مشهورة في ذلك فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل لغير ذلك أرادوا أن يكون مركزا لأهل النفاق ولدعوة الكفر. نعم. فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها كمسجد الضرار أو يقوي بها شبهها كمسجد الضرار. فلما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وكان مسجد قباء أسس على التقوى ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء كما ثبت في الصحيح عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجدي هذا فكلا المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص مسجده بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم السبت. نعم هذا كلام عظيم وهو أن كل مسجد أسس على المعصية والكيد للإسلام والمسلمين مثل المشاهد التي تبنى على القبور والمساجد التي تبنى لإحياء الآثار كما يقولون كلها مثل مسجد الضرار يجب هدمها وإزالتها. نعم. وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. نعم. قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه
ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها. هذا كما سبق أن مسجد قباء لا يسافر إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وليس هناك رابع. لكن من كان في المدينة من أهلها أو قادما إليها فإنه يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذا هو المشروع. وأما ما عدا ذلك من المساجد فإن كانت بنيت للصلاة وعبادة الله فهي بيوت الله، لكن لا تقصد دون غيرها، لا تقصد دون غيرها بالعبادة. نعم. وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها. نعم. ولكن لو نذر ذلك هل يجب النذر فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول، فإذا نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيلياء أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن. نعم. السفر إلى أحد المساجد الثلاثة لأجل العبادة فيها هذا سنة مستحب، فإذا نذره صار واجبا، لكنه إذا نذر نذرا في المساجد الثلاثة وفعله في المسجد الفاضل أغناه عن المفضول. فمن نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل منه، ومن نذر أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. وأما ما عداه من المساجد فلا يجوز النذر، نذر الصلاة فيه وتخصيصهم دون غيره، لأن هذا النذر معصية، قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. لا يجوز أن يلحق نفسه نذر أن يصلي في مكان كذا في الرياض في دمشق في مصر؟ لا، ما يلزم ذلك، ما ينعقد نذره؟ لا. قال: وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك. نعم. وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير الثلاثة ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة. هذا هو. نعم. وهل عليه كفارة يمين على قولين مشهورين؟ نعم. وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان. ليس في المدينة مسجد يشرع قصده للصلاة فيه إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسجد قباء لمن كان في المدينة لا أن يسافر إليه كما سبق. وأما ما عدا ذلك من مساجد المدينة فهو على قسمين: قسم بني للصلاة فيه للجيران ومن حوله، فهذا مسجد من بيت من بيوت الله يصلى فيه لمن أدركته الصلاة فيه ولجيرانه الذين هم حوله، لكن ليس له فضيلة على غيره. هذا قسم. القسم الثاني: المساجد اللي يسمونها الأثرية، أو المساجد اللي يسمونها آثار الصالحين أو ما أشبه ذلك، فهذه مبتدعة لا يجب هدمها كالمساجد السبعة وغيرها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. نعم. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثقه ابن معين تارة ويضعفه أخرى، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، بل تحرى الزمان.
فإذا كان هذا في المسجد في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت بإذنه، ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ نعم. قال رحمه الله: أما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك، ويقال إنه سخر لها الأنباط حتى نظفها، ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال: ابنه خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، أو كما قال: بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى. والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. نعم، هذا هو أصل المسجد الأقصى، أنه من مساجد الأنبياء، وكان اليهود يستقبلون الصخرة ويسمونه مسجد الصخرة، وكان النصارى يستقبلون المشرق، وكان والله جل وعلا شرع للمسلمين أن يستقبلوا الكعبة المشرفة التي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه بنى مسجده، المسجد الأقصى، بناه في مستقبل المسجد الأقصى الموالي للكعبة، الموالي للكعبة، وجعل الصخرة خلفه. نعم. قال: وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، أنه حرم وليس بحرم، لكن الحرم لا يطلق إلا على حرم مكة وحرم المدينة، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى لا يقال له الحرم، وإنما يقال له المسجد الأقصى كما سماه الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر بن حسن الجريسي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.